السلام عليكم ورحمة الله، كل التوفيق للأكاديمية الراحل الكابتن أحمد راضي، وهذه المدرسة الكروية اللي راح تخرج أبطال وتخرج لاعبين يمثلون المنتخب العراقي ويمثلون أنديتنا إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب يطلعون للاحتراف سواء في الدوري القطري أو سواء في أوروبا. تحياتي لكم وأتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله راح أجي وأزوركم وأحضر التدريبات وأتمنى لكم كل التوفيق.